Кайф ТВ. انا كابتن محمد يحيى من صاله سوبر جيم، برحب بيكم والنهارده هنقدم لك ازاي تتخلص من شخص بيهاجمك في الشارع بطريقه امنه وسهله. الفن اللي هنقدمه النهارده هو خليط ما بين الجيجيتسو والايكيدو. طرق الناس بتهاجم فيها في الشارع غالبا بتتكرر. هنتكلم عن اشهر الحركات اللي بتتم في الشارع اثناء الخناق. موضوعنا هيكون ازاي تتفادى الحركات الشائعه في خناقات الشوارع بطريقه سهله وامنه. اول حركه هنتكلم عنها ازاي تتخلص من شخص لو مسكك من لياقتك. دي البدايه، لو حد هاجمك بالوضعيه دي ومسكك من لياقتك او انه مسكك من خلف الرقبه بالشكل دون، اول حاجه لازم تفكر فيها هي كف ايده دون، لانه ممكن يوجه لك لكمه. فايدك دي تبقى لفوق قدام وشك بالشكل دون. في نفس التوقيت ايدك الثانيه دي هتبقى ورا الابهام بالشكل ده. ومن هنا من الوضعية دي هتبدأ تحرك رجلك دي خطوة للخلف مع السحب، وأثناء السحب هتعمل تويست الإيد بالشكل ده. في اللحظة دي هتبدأ تحرك كعب رجلك بعكس بالشكل ده. في نفس التوقيت هتحط إيدك التانية ورا ظهر إيده جنب إيدك الأولانية كده. ومن الوضعية دي تعمل تويست وسحب. دي الوضع الايد بالظبط بيبقى بالشكل دون. الضغط هنا ممكن يدي الكسر الريست وممكن يدي الكسر للقلب. مع الحذف هيضطر غصب عنه انه هيقع في الارض. من هنا انت اصبحت في وضع المسيطر، انت ضاغط على كف ايده وما يقدرش يتحرك. عندك اوبشن انك ممكن تضرب، وعندك اوبشن انك ممكن تنزل ارم بار. في النهاية نحب نفكركم إن الرياضات القتالية بتتطلب ممارسة تحت إشراف متخصصين للوصول للإتقان، وده ما بيتمش في بين يوم وليلة. ده كان موضوع حلقتنا اليوم، شكرا لكم.